تمكن الفنان الشاب زهير البهاوي من تصدر توندونس المغربي بأغنيته الجديدة فابور التي طرحها على شاكلة فيديو كليب، وحققت أغنية فابور إقبالا جماهيريا كبيرا في ظرف أقل من 24 ساعة، إذ حصدت 1,100,000 مشاهدة لتتربع بذلك على عرش توندونس المغربي. وقام البهاوي بطرح عمله الجديد مساء يوم أمس الجمعة عبر قناته الرسمية بمنصة موقع اليوتيوب، وهي من كلماته وألحانه وتوزيع المبدع الشاب بلال أفريكانو، فيما تكلف بمهمة إخراج الفيديو كليب المخرج حسن كورفتي. هذا وصورت لقطات الفيديو كليب بتقنيات متطورة تسايل مستجدات الساحة الفنية العربية والعالمية، فيما دارت أحداث التصوير بدولة تركيا التي وقع البهاوي على اختيارها لتكون مكانا للإطلالة على جمهوره بهذا العمل الفني الجديد. وأشرك في بطولته فتاة محجبة والتي رافقته على طول أحداث الكليب، والذي يحكي عن قصة خصام بين عاشقين يحاولان إصلاح علاقتهما الغرامية لإعادة المياه لمجاريها بعدما انقطع حبل الود بينهما. يشار أن هذا العمل الفني يأتي بعد أغنيته الأخيرة دونيرو، والتي حققت نجاحا باهرا ينضاف لأعمال فنية سابقة اشتهر بها البهاوي منذ ظهوره لأول مرة بأغنية سلالي السولد، التي عرفته على الجمهور وأعطته شعبية كبيرة بالوسط الفني المغربي سنة 2016.